واحد بيقول انا فرحان جدا لرؤية كرسك اليوم واشكر الله الذي اعطاني هذه اللحظة الجميلة. والسؤال هو متى سوف تزور الفيوم؟ نريد ان تباركنا بدير العدل وبوستين وفن بابرام. ان شاء الله اروح الفيوم لتدشين الكنيسة الجديدة بتاعة الأنبا إبرام، بس ربنا يدبر الوقت. واحد بيقول أنا في المرحلة الثانوية، واحدة بتقول أنا في ومش عارف أختار بين أدبي أو علمي، وأنا حاير هل تنفع موضوع القرعة إلى آخره، وأنا عاوز أخش علمي بس البيت ضاغطين علي علشان أخش أدبي. تختار بين أدبي وعلمي على أساسين اثنين، أساس منهم ايه الحاجة اللي تتفق مع عقليتك، يعني عقليتك تتفق معاها التعليم الادبي ام التعليم العلمي. تاني اساس هو انت عايز مستقبلك يبقى ايه. فالادبي بيوصل لوظائف معينة والعلمي يوصل لوظائف معينة، شوف انت هدفك ايه، فيبقى عقليتك يناسبها ايه وهدفك في الوظيفة بعد التخرج بقى. اما حكاية القرعة دي ما تنفعش. وبعدين سؤال تاني، من هم شهود يهوى؟ شهود يهوى مجموعة نشأت في امريكا ولها تفسيرات للكتاب وعقائد خاصة بالكتاب المقدس مملوءة بالهرطقات والأخطاء. وأنا وضعت لكم كتاب اسمه بدع وهرطقات شهود يهوى، فياريت تقراه هتاخد فكرة كبيرة عن الموضوع. وهم ليسوا مسيحيين بالحقيقة وإن كانوا يؤمنوا بالكتاب المقدس كله، لكن لهم ترجمة اسمها The New World Translation of the Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتاب المقدس بيحوروها حسب عقائدهم. إن جالك حد من شهود يهوى في البيت ما تقبلوش في البيت، وإلا يلخبط عقلك.